السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا النهاردة. النهاردة هنعمل عندنا ورشة تكنيك الحجارة بإفكت أو تأثير الطحالب، اللي طبعا عجبكم كلكم وقلتوا احنا عايزين نعمل ورشة. فالنهاردة بإذن الله هنعمل ورشة مكونة من كذا طابلو، وده كمان الطابلو اللي عجبكم. هنعمل النهاردة 3 طابلوهات بنفس التكنيك. اول طابلو انا اخترت ان هو يبقى فيه صورة في النص، اي صورة بقى انت تعجبك تكون ستايل قديم، لازم تكون قديم. انا هنا اخترت البنتين اللي هما في الحديقة دول علشان هنعمل الطحالب. الطحالب دي انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا حاجة كده عشب بينمو في الحدائق وفي الجناين وفي الاماكن اللي فيها تربة صالحة للزراعة. اول حاجة القصور اللي هي القديمة بقى اللي فيها حدائق برضو جناين، بتبص تلاقي اماكن كده بين الحجارة بينمو فيها الطحالب دي. فهنا هنعمل الافكت ده، تابعونا وهتشوفوا ازاي التأثير ده، تأثير الحجارة نفسه وده تأثير المحارة. يعني احنا عاملين هنا التابلو كأن جزء منه حجارة والجزء التاني محارة زائد الافكت بتاع اللي هو الطحالب. اوكي، ده اول تابلو معنا. تعالوا كده مع بعض نشوف تاني تابلو. ادي تاني تابلو عملناه، هو كل الحاجات دي كلها لسه بنشتغل فيها شغالين، بس حبيت ان كنتوا تكونوا معايا خطوة خطوة. دي طبعا اللي في النص صورة، الصورة دي جميلة جدا انا بعشقها. فهنا خليتها عملت امتداد للوحة، وعملت ان الست الجميلة دي قاعدة في مكان قديم جدا. طبعا كل الحاجات دي كلها لسه هتتعدل ولسه بنشتغل فيها، بس حابة ان انا اوريكم تأثير الحجارة يا جماعة. شوفوا الروعة بتاعته، كأنها حاجة واحدة بين، يعني هي جزء من اللوحة اللي موجودة. طبعا كل الحاجات دي لسه بتتعدل، وهوريكو التعديلات النهائية فيها. ودي الأرضية عملناها، برافو يا نيفين، والله عملتي شغل حلو جدا وصممتيها بطريقة جميلة. ذوقك وإشرافك طبعا، ربنا يخليكي، ميرسي. وهتبقى روعة، وتسمحي لي بقى أصورك جنبيها في الآخر. طبعا أستاذة هيام الفن كله، بس الشمس هنا عاملة يعني مأثرة على اللوحة، بس هي اللوحة تحفة طبعا، وايد فنان شغالة. بنحاول هنا عملنا لخبطة وملحوسة، معلش يا جماعة. لا ابدا، ازاي، هو ده الفن بعينه. هنا احنا اخترنا شباك قديم، طبعا زي ما انتم شايفين الشباك كده، عايزة اعملها كده بس عشان تيجي في الظل شوية تشوفوها. الشباك باين ان هو عتيق طبعا بالستارة بتاعته. حاولنا ان احنا ندمج بينه وبين الحجارة، افكت الحجارة. طبعا ده لسه بيتلون، ده الباك جراوند بتاع اللون، مش هو اللي هيكون اللون الاساسي. هنا عملنا محارة كأن البياض القديم او المحارة القديمة يعني متهالكة ومبينة منها الحجارة. خلاص، استنونا برضو لما يخلص التابلو وهنشوف مع بعض. شفتوا تأثير الحجارة؟ ايه رأيكم فيه؟ ماشي، لسه بقى هنعمل الطحالب، ولسه هنعمل ده كده المحارة، دمجنا بين لونين، ولسه في لون تالت هيتحط برضو. تابعوا معانا وهاخدكم خطوة خطوة كده زي ما خدتكم في الورشة بتاعتي. النهاردة طبعا انا واخدة مجموعة قليلة جدا علشان انتوا عارفين طبعا الكورونا بقى وسنينها السودة. ماشي، فادي التابلوهات اهي معانا اللي احنا عملناها، ولسه بنكمل مع بعض. وبعد ما نخلص باذن الله هاخدكم معايا جولة تانية نشوف ايه اللي حصل في التكنيك. خلاص، تابعوني بقى وخليكم معايا لغاية لما نخلص واعرضها عليكم. ودلوقتي مع الورشة، انتهاء الورشة،
هنشوف الشغل اللي احنا اشتغلناه. دي التابلوهات اللي احنا قلنا هنعمل زيها. التأثير طلع في منتهى الجمال الحمد لله. هنيجي نشوف دلوقتي التابلوهات اللي هي اتعملت بقى. ده التابلو اللي انتوا شفتوه اللي كان فيه نفس الصورة دي. عملنا المحارة اهي شكل المحار. وده شكل الافكت بتاع الطحالب والحجارة اهي. يعني انا بقربها لكم علشان تشوفوا التأثير نفسه بتاع الحجر عامل ازاي. وطبعا ناشف وزي الحجر اهي شكلها واحدة واحدة. ودي شكل المحار. الضوء بيبقى ضارب شوية هنا عشان في الورشة يعني برا في الاوتدور. هقرب لها لكم واحدة واحدة وتقولوا لي ايه رأيكم في التكنيك ده. عايزة اسمع رأيكم طبعا. ده كده التابلو الاول. هنيجي للتابلو التاني. واحدة واحدة كده مع بعض. هنمشي نشوف الحجارة. دي كده الحجارة اهي. انا يعني حاولنا هنا صاحبة اللوحة حبت انها تعمل الجزء فيه الطحالب وجزء من غير طحالب كده بالشكل ده. ده اللي فيه الطحالب اهي. اوكي. ودي طبعا البلاطات اللي هي في الارض. حبينا برضو نطلع منها الشغل ده ويبان كأنه عتيق. يبقى ده التابلوه من بعيد تاني. هنشوف تالت تابلو. ده الشباك اللي احنا حطيناه. يبقى احنا كده دمجنا بين الديكوباج وبين التكنيك نفسه. التكنيك القديم والطحالب والحجارة والمحارة وكله يعني. جمعناها لكم في تابلو واحد. ادي الشكل اهو. حبيت اوريها لكم بقى في النهاية. ومنتظرة تعليقاتكم. وقولوا لي انهي تابلو عجبكم اكتر. وايه رأيكم في حكاية ان انا ادمج بين الحجارة وبين التكنيك اللي هي العشب ده الطحالب وبين الديكوباج نفسه. فكرة حلوة ولا فكرة ايه؟ استاهل عليها بقى براءة اختراع ولا ما استاهلش؟ ها علشان لو اتقلدت قولوا بقى ان انا اول واحدة عملتها. اوكي؟ اديني بسجل اهو بالتاريخ بتاع النهاردة ان انا اول واحدة اعملها. اطلعوا بقى قولوا لي ايه؟ انت بتقولي اول واحدة؟ بقول لكم اه بقول والحمد لله بنفذ. ميرسي جدا. ولو عجبتكم ما تبخلوش عليا بقى باللايك وبالكومنت. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. وقولوا لي انهي تكنيك عجبكم اكتر. ميرسي قوي وباي باي. التابلو ده في بعض التصليحات كده هحاول اصلحها. باظت فقلت اصورها برضو بالمرة علشان تعرفوا لو حاجة باظت ممكن تتصلح ازاي. انا عايزة اعمل نفس الخلفية اللون اللي هو هنا نفس درجة المحار بس على الاغمق شوية خلاص. اولا كمان لان هي يفتح لي اللوحة يديها لون كده حلو بدل ما هي تبقى بنيات فتبقى كئيبة. فكونت درجة اللون ده يعني انا بعمل كده هنا سريع سريع مش ما عنديش باليتا. فباخد خدت الدرجه دي وبعملها كمان بميه كده. وباجي عند المحاره اللي انا قلت عليها دي يعني بصي باخد بالميه بالميه بالطريقه دي بالميه كده. وبعدين برجع
اخد منديل وامشي على اللي انا عملته ده، امسح كده، اثبت بس اللوحه، مسح كده عشان يبان لي كانها المحاره برضو مجيره معايا. انا عايزه التاثير القديم، مش عايزه يكون صريح، اللون صريح. باخد من الميه وبمسح كده علشان اللون معايا ما يبانش. ايه شايفين؟ زين شايفين ده يعني حته غامقه او حته فاتحه؟ انا عايزه درجه اللون دي. حتى هروح عاملاها هنا كده، اوكي، بالطريقه دي. هسيبها تنشف وهديها طبقه كمان، هوريها لكم دلوقتي. ناخد فرشه ونمسحها كويس جدا في المنديل، اوكي، وهبدا اعمل التاثيرات اللي انتوا هتشوفوها دي، اللي هي كانها تغيير للمحاره نفسها، مجيره كده، اوكي. اولا تديني كانها في ضوء ضارب، ضوء، ماشي. اعتذر لكم عن الهواء لان انا واقفه في البلكونه او في التراس عندي، ماشي. بمسح علشان تبقى التغييره قديمه مش صريحه، مش عايزه اللون بتاع الابيض يكون صريح بالشكل ده. انا عايزه التغييره دي، اهي محاره مجيره واخده اكتر من درجه لون، متناسقه مع الخلفيه اللي هي دي، خلاص كده بقت متناسقه معاها الى حد ما. طب تعالوا بقى عند الحجر نفسه. الحجر حبيت ان انا اديله درجة ابيض شوية مع الاسود، خلاص، علشان يبان افتح من الدرجة دي. اولا يعمل لي، يفتح لي اللوحة بتاعتي، لان هي عجبت صاحبتها جدا، لكن درجة البنيات كانت كتيرة، فلازم، بص، لازم يكون فيه في ايدي يا اما قماش يا اما كده. بص هو ده كده الحجارة خلاص ناشفة، ما اشتغلش بيها الا لما تكون ناشفة خالص، وبطمس شوية الابيض او امسحه شوية علشان ما يبقاش واضح قوي بالطريقة دي، خلاص. ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم، ده هنمشي بيه في نفس الاتجاه كله، خلاص بالشكل ده. تعتيق الحجاره اهم حاجه، اهم من وضع العفن او اللي هو ايه، الطحالب نفسها، خلاص، اهم بكتير. افتح كده، بصوا لما فتحت الدنيا نورت معايا، ادت طبعا اللون ده اتكرر فادى شكل حلو جدا. هي ما كانتش اللوحه فيها حاجه غير انها كانت عايزه تفتح شويه، تدي ضوء، تدي حياه، اوكي. يبقى الحجر نفسه واخد حياه. كل ده نمشي عليه بالشكل ده، اهي اللي انا بعملها، اديها بس شكل ايه، مغير شويه كده. كنت شوف نفس الفرشه اللي انا واخداها هي اللي عملت لي ده كله. انا مش عايزه باللون صريح وايه ويكون واضح، لا انا عايزاه كده اهي الشكل في النهايه. ادى شكل حلو قوي كده. احنا في النهار، فخدوا بالكم انها ايه، هصورها لكم تاني في مكان يعني مغلق اكتر عشان يبين لي درجه اللون، لان التعتيقات بتحب الايه، الاماكن المغلقه، ما بتحبش الاماكن الفاتحه عشان تبين، خلاص. ادي الشكل اهو زي ما انتم شايفينه. هنزل لكم الفيديو، فيديو الورشه، وباذن الله هنعمله، هنعمل التابلوه خطوات واضحه باذن الله. انتظروني يعني بعد ما نخلص الورش بتاعتنا هنبدا بقى نعمله. باي باي.